نحن نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من القاهرة معي حمدي وعن هذا التقرير سيد حمدي الجامع رئيس القسم الاقتصادي بجريدة الأهرام العربية. مساء الخير، أهلا بك معنا. تقرير تحليل وكالة بلومبرغ، كيف تبعته؟ ما الذي توافقه وما الذي لا تؤيده تماما؟ المسألة لا تتعلق بالتأييد أو الموافقة، المسألة تتعلق بهذه توقعات الدراسة لمؤسسة اقتصادية هامة ومهمة، وأعتقد أن المؤسسة بنت دراستها على الأوضاع العالمية في ظل رفض تام من بعض الدول، حتى أن الأزهر الشريف حرم التعامل بها، وأعتقد أن أمريكا لا أو المسلمين الأمريكان لا يحبذون التعامل بها. ولكن بيتكوين لا أعتقد أنها تنهار إلى هذا الحد، طالما هناك بشر في العالم يؤمنون بأن المضاربة وسيلة سريعة للثراء وتحقيق الأرباح، فأعتقد أن العملات الافتراضية الخاصة بالبيتكوين ستستمر. وأنا لست مع الذين يقولون أنها انهارت. أتصور أن البيتكوين عندما انتشرت وبدأت في العام 2009 لم تكن ب 3400 دولار مثل اليوم، فبالتالي الذي اشترى والذي بدأ في 2009 في البيتكوين بالتأكيد لو انتظر إلى الآن كانت بدولار، اليوم ب 7400 دولار، معنى كان نفسه حقق أرباح تعادل 7000%. بيتكوين ربما تتغير، بيتكوين ربما ترتفع، ربما تنخفض، ولكن طالما هناك من يريد من البشر الاستثمار أو أداة مالية تحقق له الربح السريع مثلها مثل أي مقامرة أخرى، بالتأكيد ستستمر، إلا إذا قررت دول العالم منع التعامل بهذه العملات وحرمتها. عند هذا الحد نقول أنها انتهت، لكن طالما العالم يسمح بها ويعلم أن لا يعرف من مصدرها كما يقولون وأنها لا تخضع لأي رقابة ورغم ذلك تتعامل، فالناس تستمر. طيب ببعض العملات الرقمية العديدة التي ظهرت، تأثرت البيتكوين بسبب هذه العملات أم لا؟ لم تشكل لا صحيح، أعتقد أن البيتكوين هي الأشهر والذي يريد أن يحقق ربح، هي الأشهر، ولكن هل استخدمت يعني انطلاقا من العملات الرقمية الأخرى؟ ما الذي استخدمته، ما الذي استغلته هي من نقاط ضعف بيتكوين؟ لا، هي شجعت عملات أخرى على الانطلاق، شجعت عملات أخرى على تحقيق الثراء، ولكن بيتكوين هي الأشهر، والمستثمر الذي يريد أن يستثمر الأموال بشكل آمن وفقا لمنهجه وتفكيره يذهب سريعا إلى البيتكوين. البيتكوين أصبحت لها شهرة كبيرة جدا بشكل آمن، بشكل آمن في وفقا لفكره، هو فكر المستثمر أو المضارب بالتأكيد لديه أموال ويريد أن يحقق بها ربح سريع، وهناك من المستثمرين الذين يستطيعون أن يخلقون السوق، بمعنى إذا كانت البيتكوين الآن ب 3400 دولار فهناك من المضاربين من نفسه أن يعيد البيتكوين إلى 10000 مرة أخرى إذا كانوا لديهم الرغبة في ذلك من خلال صناعة الأسواق، بمعنى لو دخل أكثر من مستثمر الآن واشترى بيتكوين ورفع السعر إلى 7500 ثم بعد غد 8500، أعتقد إذا أرادوا ذلك لفعلوا. أعتقد عالم مضارب هو عالم خفي، لا أحد يستطيع فينا لأنه ليس له قواعد وليس له أصول وليس له أدوات وشيء دفتري ملموس حتى نستطيع أن نحكم عليه. نحن نتكلم عن حتى فيما يتعلق بالأسهم وفكرة العامل النفسي اللي هو التحليل، ليس تحليل مالي ولكن تحليل نفسي للمتعاملين في هذه الأسواق. هل قلت نسبة اعتبار فقاعة كما اعتبرها؟ هذا كان رأي أكثر المحللين الاقتصاديين اللي كانوا معنا بعده. طبعا فقاعة بتكون فقاعة، بس قلل احتمالية أنه تضل فقاعة، يعني عن جد تنتقل لعملة مستخدمة، أم لا بعده عن نفس العنوان هي فقاعة ستبقى؟ لا بص حضرتك، أعتقد وهذا تتفقين معي أن الدول ذات السيادة ولها عملات ذات السيادة مثل الدولار التي له السيادة في العالم، أو الاسترلين التي خرجت بريطانيا من أجل الاتحاد الأوروبي، أو اليورو أو اليوان أو الين اليوناني الياباني، أعتقد أن هذه الدول لن تسمح لأحد بأن يأخذ سيادة العملة المتعلقة بها إلى المجهول أو إلى عملة افتراضية، أعتقد لن يسمحوا بذلك. أنا أشكرك نعم أنا أشكرك، واضح انتهى وقتنا، اعذرني، شكرا جزيلا لك. من القاهرة سيد حمدي الجمل رئيس القسم الاقتصادي بجريدة الأهرام العربية.